تعد صناعة القرارير من الحرف القديمة التي كان امتهانها الأجداد في الماضي، وهي أحدى أدوات صيد الأسماك. نعم، فهذه الأداة لا زالت موجودة ويتم استخدامها في الصيد، ومن هذا المنطلق يتم إطلاق الورش التعليمية لتعريف الجيل الحالي بطريقة صناعتها ليكونوا على معرفة بحرفة أجدادهم في صيد الأسماك. الجراجير هي أحد أهم أدوات الصيد قديماً، يتم تصميمها بأحجام متنوعة ومتعددة، حيث كانت تصنع من عذوق النخيل، ثم تطورت صناعتها وأصبحت تصنع من الأسلاك المعدنية. إلا أن بعض الأجداد والآباء ما زالوا يصنعون تلك الجراجير يدوياً ويقدمون ورشاً في صناعتها للجيل الحالي، فهي حرفة تراثية تقاوم الاندثار. علم الأطفال على صناعة الجرجور النموذج الصغير اللي هو من السيم اللين، مو السيم الصرقي مال الجرجور، السيم مال البناي، يكون أسهل إليهم في الشغل وتكون أيديهم صغيرة يعني يقدرون عليه. وإذا سوى له جرجور في البيت يقدر يودي البحر يصيد فيه بعض الأسماك مثلا الصغيرة، لأنه مو جرجور عود هو. هذه الورشة قدمت طريقة صناعة الجراجير بأسلوب سلس لتمكن الأطفال من تطبيق ما تعلموه مع المدرب في منازلهم بسهولة، خصوصا وإن التطبيق العملي الذي قام به الأطفال ساهم بتعريفهم بطرق الصيد التي يعتمدها الأجداد. أصنع الجراجير وسأصيد الأسماك وأتعلم مهنة جداري. أستفيد أني أشتغل وقت فراغي، أنا أسوي أشياء مفيدة في المستقبل إن شاء الله، يعني أتطور وأسوي أحجام أكبر. فكرة تدريب الأطفال على حرف الأجداد هي خطوة جيدة ليكونوا بذلك قريبين من الماضي العريق والمهن التي كانوا يعملون بها قديما. تعريف الأطفال بأدوات الصيد القديمة وطريقة صناعتها تعد خطوة مهمة للحفاظ على الجانب التراثي فيها وإيجابية تعريف الأجيال الحالية بتفاصيلها الدقيقة، خصوصا وأن تدريبهم على هذه الصناعة تعرفهم بمهنة الصيد التي يعمل بها الأجداد قديما. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.